بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 91. الله رب العالمين، على فضله وإحسانه، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه، وبعد، يواصل شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله النقل عن أئمة أهل السنة والجماعة في إثباتهم لعلو الله على خلقه وردهم على من نفى ذلك وألحد في كلام الله عز وجل، فينقل عن أبي نعيم الأصبهاني صاحب الحلية قوله: وإن الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرش واستواء الله عليه يقولون بها ويثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل، وأن الله بائن من خلقه والخلق بائنون منه لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم، وهو مستو على عرشه في سمائه دون أرضه، وذكر سائر اعتقاد السلف وإجماعهم على ذلك. وقال يحيى بن عثمان في رسالته: لا نقول كما قالت الجهمية إنه بداخل الأمكنة وممازج كل شيء ولا نعلم أين هو، بل نقول هو بذاته على عرشه، وعلمه محيط بكل شيء، وسمعه وبصره وقدرته مدركة لكل شيء، وهو معنى قوله: وهو معكم أينما كنتم. وقال الشيخ العارف معمر ابن أحمد شيخ الصوفية في هذا العصر، يعني عصر شيخ الإسلام: أحببت أن أوصي أصحابي بوصية من السنة، وأجمع ما كان عليه أهل الحديث وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخرين، فذكر أشياء من الوصية إلى أن قال فيها: وأن الله استوى على عرشه بلا كيف ولا تأويل، والاستواء معلوم والكيف مجهول، وأنه مستو على عرشه بائن من خلقه والخلق بائنون منه بلا حلول ولا ممازجة ولا ملاصقة، وأنه عز وجل سميع بصير عليم خبير، يتكلم ويرضى ويسخط ويضحك ويعجب ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكا، وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاء بلا كيف ولا تأويل، ومن أنكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال. وقال الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني النيسابوري في كتاب الرسالة في السنة له: ويعتقد أصحاب الحديث ويشهدون أن الله فوق 7 سماواته على عرشه كما نطق به كتابه، وأعيان سلف الأمة لم يختلفوا أن الله تعالى على عرشه وعرشه فوق سماواته. قال: وإمامنا أبو عبد الله الشافعي سج في كتابه المبسوط في مسألة إعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة، وأن الرقبة الكافرة لا يصح التكفير بها، بخبر معاوية بن الحكم، وأنه أراد أن يعتق الجارية السوداء عن الكفارة، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اعتاقه إياها، فامتحنها ليعرف أنها مؤمنة أم لا، فقال لها: أين ربك؟ فأشارت إلى السماء، فقال: أعتقها فإنها مؤمنة. فحكم بإيمانها لما أقرت أن ربها في السماء، وعرفت ربها بصفة العلو والفوقية. وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: باب القول في الاستواء. قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش، وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أأمنتم من في السماء؟ وأراد فوق السماء كما قال: ولأصلبنكم في جذوع النخل، بمعنى على جذوع النخل. وقال: فسيحوا في الأرض، أي على الأرض، وكل ما على فهو سماء، والعرش أعلى السماوات. فمعنى الآية: آمنتم من على عرش، كما صرح به في سائر الآيات. قال: وفيما كتبنا من الآيات على إبطال قول من زعم من الجهمية أن الله بذاته في كل مكان، وقوله: وهو معكم، إنما أراد بعلم، وقوله: وهو معكم، إنما أراد بعلمه لا بذاته. وقال أبو عمر بن عبد البر في شرح الموطأ لما تكلم على حديث النزول، قال: هذا حديث لم يختلف أهل الحديث في صحته، وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش من فوق 7 سماوات كما قالت الجماعة، وهو من حجتهم على المعتزلة. قال: وهذا أشهر
عند الخاصة والعامة، وأعرف من أن يحتاج إلى أكثر من حكاية، لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد ولا أنكره عليهم مسلم. وقال أبو عمر أيضا: أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل، قالوا في تأويل قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، هو على العرش وعلمه في كل مكان، وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله. قال الشيخ رحمه الله: فهذا ما تلقاه الخلف عن السلف، إذ لم ينقل عنهم غير ذلك، إذ هو الحق الظاهر الذي دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. فنسأل الله العظيم أن يختم لنا بخير ولسائر المسلمين، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا بمنه وكرمه، إنه أرحم الراحمين، والحمد لله وحده. وسئل رحمه الله عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا، هل الاستواء والنزول حقيقة أم لا؟ إلى آخر السؤال، فأجاب: الحمد لله رب العالمين، القول في الاستواء والنزول كالقول في سائر الصفات التي وصف الله بها نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات، سمى نفسه حيا عليما حكيما قديرا سميعا بصيرا غفورا رحيما إلى سائر أسمائه الحسنى. قال الله تعالى: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، وقال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، وقال: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقال: والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، وقال: ورحمتي وسعت كل شيء. وساق رحمه الله آيات في هذا المعنى، ثم قال: ومذهب سلف الأمة وأئمتها أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، فلا يجوز نفي صفات الله تعالى التي وصف بها نفسه، ولا يجوز تمثيلها بصفات المخلوقين، بل هو سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وقال نعيم بن حماد الخزاعي: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه تشبيها. ومذهب السلف بين مذهبين وهدى بين ضلالتين: إثبات الصفات ونفي مماثلة المخلوقات، قوله تعالى: ليس كمثله شيء، رد على أهل التشبيه والتمثيل، وقوله وهو السميع البصير، رد على أهل النفي والتعطيل، فالممثل أعشى والمعطل أعمى، الممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. وبهذا القدر نكتفي في هذه الحلقة، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.